أرتورو فيدال يبرر هتافاته بحق ريال مدريد، وفينيسيوس جونيور يوجه رسالة باللغة العربية، يورغن كلوب يرد على لعنة السنة السابعة ويؤكد الأمر ليس مشابها في ليفربول، برشلونة يثبت أقدامه في صدارة لاليغا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برر تشيلي أرتورو فيدال لاعب فلامينغو البرازيلي هتافاته المسيئة تجاه ريال مدريد غريمه السابق، وكان فيدال قد هتف مع زملائه عقب فوزهم بكوبا ليبرتادوريس ضد ريال مدريد متواعدين بتحطيم بطل أوروبا في نهائي كأس العالم للأندية. لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي سفن فيدال، فبطل أمريكا الجنوبية سقط أمام الهلال السعودي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، البطولة التي توج بها ريال مدريد على حساب الفريق السعودي. وتحدث فيدال عن تلك التصريحات بعد فوزهم بالمركز الثالث على حساب الأهلي المصري: أنا دائما كذلك، حينما كنت ألعب لبرشلونة فعلت الأمر ذاته وأيضا في إنتر، وتابع نجم برشلونة وإنتر ويوفنتوس الأسبق، كنت واثقا تماما من مواجهتهم ريال مدريد، لكن هذا لم يحدث، والآن لنواصل العمل ونتطلع للمستقبل. على الأقل حصلنا على المركز الثالث وسنعود للبرازيل لنستعد للموسم المقبل. فينيسيوس جونيور يوجه رسالة باللغة العربية لأهل المغرب. لم يجد البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد طريقة أفضل من الكتابة باللغة العربية ليشكر المغرب وأهله على حسن الضيافة والاستقبال، وتوج ريال مدريد بلقب كأس العالم للأندية للمرة الخامسة بشكلها الجديد في تاريخه السبت الماضي، بعدما هزم الهلال السعودي في نهائي البطولة التي استضافتها المغرب. وحظى ريال مدريد بدعم كبير من الجماهير المغربية، وهو ما شكرها عليه مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي ورئيس النادي فلورنتينو بيريز. لكن الشكر الأخير كان من البرازيلي فينيسيوس جونيور، والذي كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر باللغة العربية: شكرا لك يا مغرب، لقد رأيت بالفعل شغفك في كأس العالم، لكن وجود هذا الحشد في مصلحتي كان شيئا مميزا للغاية. ريال مدريد نادي عالمي، نحن إفريقيا وآسيا وأوروبا وأبطال العالم. هذا وقد حصد النجم البرازيلي الشاب جائزة أفضل لاعب في البطولة التي سجل فيها 3 أهداف، هدف في شباك الأهلي المصري في نصف النهائي، وهدفين في مرمى الهلال في النهائي. يورغن كلوب يرد على لعنة السنة السابعة ويؤكد أن الأمر ليس مشابها في ليفربول. شدد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي على أنه لن يرحل عن الريدز لمجرد أن الفريق يمر بمرحلة انعدام وزن على مستوى النتائج في الدوري الإنجليزي. كلوب علق على لعنة السنة السابعة في مسيرته، وذلك خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد في قمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، مؤكدا قدرته على حل أزمة الثقة التي يمر بها ليفربول. ليفربول يواجه إيفرتون وسط تشكيك واضح من جماهير الريدز في أداء الفريق، وإزاء حالة من القلق بشأن احتمالية رحيل كلوب، خاصة أنه رحل عن بوروسيا دورتموند وماينز في ألمانيا بعد 7 سنوات، وهو نفس الوقت الذي قضاه مع ليفربول حتى الآن. وقال كلوب في التصريحات التي نقلتها صحيفة ميرور الإنجليزية عن لعنة السنة السابعة: أفهم عندما يقول الناس ذلك، لقد قضيت 7 سنوات مع ماينز و7 سنوات مع دورتموند، لكن هذا لا علاقة له بالأمر. مضيفا أن هذا الوضع مختلف تماما لعدة أسباب: في ماينز قررت اتخاذ خطوة مهنية، وفي دورتموند كنت مرهقا حقا في تلك اللحظة، لكن في الوقت الحالي فإنني لا أفكر في خطوة مهنية ولا أشعر بالإرهاق، ولدي الكثير من المسؤولية وأريد حق ترتيب الأمور مرة أخرى. وتابع: نعم إنه وقت صعب ولا أستمتع به، ولكن إذا آمن الناس بي فعلينا أن نمر بهذا معا، لأننا عندما نعود سنقضي أوقات رائعة مرة أخرى. إذا نجحنا في الخروج من هذا الوقت الصعب في النادي فسننتهي من هذا، لأنني أؤمن بذلك حقا. واختتم كلوب تصريحاته قائلا: أنا هنا بشكل كامل، وأنا ملتزم تماما بهذا بنسبة 100%. ربما تكون الأوقات الصعبة طويلة جدا بالفعل، ربما بالنسبة لي أيضا،
لكنني كنت أعرف أن الموسم الحالي سيكون صعبا. برشلونة يثبت أقدامه في صدارة لا ليغا. واصل برشلونة سلسلة انتصاراته في موسم 2023 من الدوري الإسباني بعدما حقق فوزا هاما على حساب فياريال بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 21 من لا ليغا. برشلونة حقق الفوز السادس على التوالي في الدوري الإسباني منذ التعادل أمام إسبانيول بهدف لمثله في الجولة 15، ليواصل البلوغرانا تثبيت أقدامه على الصدارة. هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 18 من عمر اللقاء عن طريق بيدري غونزاليس بعد تبادل رائع للكرة مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي. وبعد الهدف حاول فياريال تعديل النتيجة في أكثر من لقطة، أبرزها انفراد خوسيه لويس موراليس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لكن مهاجم الغواصات الصفراء سدد الكرة برعونة شديدة بجوار القائم. فوز برشلونة على فياريال رفع رصيد البلوغرانا إلى 56 نقطة، متفوقا بفارق 11 نقطة على ريال مدريد الوصيف، والذي يلعب أمام إلتشي مساء الأربعاء.